مشاهدينا الأعزاء من كل مكان، إليكم نشرة أخبارية جديدة من تلفزيون حضرموت، نبدأها بأهم العناوين. حكومة الكفاءات تعقد جلستين نقاش مع المشاركين في المشاورات اليمنية بالمحورين السياسي والأمني. بن مبارك يشارك في جلسة النقاشات حول الدور الدبلوماسي لوزارة الخارجية في المشاورات اليمنية. مسام ينتزع أكثر من 3000 لغم في اليمن منذ عام 2018. ومن الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. عقدت حكومة الكفاءات السياسية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك جلستين نقاش مع المشاركين في المشاورات اليمنية المنعقدة في الرياض تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المحورين السياسي والأمني. كرست جلستان نقاش لتداول الآراء حول رؤى الحكومة والمشاركين للوصول إلى أفكار مشتركة لتعزيز أطر العمل السياسي وتحقيق الاستقرار الأمني، وما يمكن أن تخرج به مجموعات العمل في المحورين من توصيات ونتائج تسهم في تعزيز الأداء الحكومي في هذين الجانبين. وطرح المشاركون في اللقاء عددا من التساؤلات والمداخلات حول المحورين السياسي والأمني والملاحظات المتصلة بالوضع القائم، وخاصة مع إعلان الهدنة الأممية وتوحيد جهود القوى الوطنية لاستكمال استعادة الدولة ومعالجة الانفلات الأمني في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة. وقدم رئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة إيضاحات حول التساؤلات التي طرحت، مؤكدين الحرص على استيعاب والأخذ بعين الاعتبار ما سيخرج به المشاركون في هذه المشاورات من رؤى وأفكار يمكن العمل عليها. أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك بالترتيبات والتنظيم المتميز للمشاورات اليمنية والمنعقدة في العاصمة السعودية الرياض برعاية ودعوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وثمن الدكتور معين عبد الملك لدى زيارته مقر الأمانة لمجلس التعاون الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة المجلس وكوادره وجميع العاملين فيه لتسيير أعمال المشاورات وتهيئة الأجواء اللازمة لنجاحها. والتقى رئيس الوزراء ومعه أعضاء حكومة الكفاءات الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، حيث جرى استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وجهود ومبادرات دول مجلس التعاون الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، إضافة إلى سير المشاورات اليمنية. شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك في جلسة النقاشات حول الدور الدبلوماسي للخارجية اليمنية بالمحور السياسي في المشاورات اليمنية المنعقدة تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض. وفي الجلسة التي شارك فيها عدد من سفراء بلادنا وحضرها ممثلو المكونات السياسية في المحور السياسي، استعرض الوزير بن مبارك دور الدبلوماسية اليمنية في مشروع مواجهة الانقلاب واستعادة الدولة والتي مثلت الجبهة الأولى لإعادة التوازن في معركة استعادة الدولة، ولعبت دورا حيويا في المحافظة على الثوابت الوطنية والمرجعيات المعتمدة وتغيير السرديات النمطية للحرب في اليمن، ودعم توجهات القيادة السياسية والحكومة باستعادة مؤسسات الدولة وتفعيلها من العاصمة المؤقتة عدن، وحشد الدعم الدولي لنقل تلك المؤسسات وتفعيلها. كما تناول وزير الخارجية دور الدبلوماسية في مساعي السلام وتغليبها مصلحة الشعب اليمني خلال المراحل كافة، وكذا الدور المنوط بالدبلوماسية اليمنية لصناعة السلام خلال المرحلة القادمة. التقى محافظ شبوة عوض العولقي المبعوث السويدي الخاص إلى اليمن بيتر سيمنبي، وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع الأمنية والخدمية والاقتصادية في المحافظة. وثمن المحافظ العولقي جهود مملكة السويد في الاهتمام بالشأن اليمني من خلال تعيين مبعوث خاص من أجل التوصل إلى حل عادل وسلام شامل بين أطراف الأزمة اليمنية، مستعرضا ما تكللت به معركة إعصار الجنوب في مديريات بيحان الثلاث من تطبيع الحياة المدنية وفتح المدارس ونزع آلاف من ألغام ميليشيا الحوثي. حيث قدم المحافظ العولقي شرحا موجزا
حول توجيهات السلطة المحلية الرامية في تعزيز التنمية المنشودة. وأكد المبعوث السويدي بيتر سيمنبي من جانبه اطلاع بلاده على جهود السلطة المحلية في محافظة شبوة ودورها المهم في الجوانب الخدمية والأمنية والاقتصادية. تفقد الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبد ربه هجلة ناصر المؤسسة العامة للكهرباء ومحطة التوليد بالمحافظة. وخلال لقائه بقيادة وكوادر المؤسسة شدد الأمين هجلة على ضرورة بذل جهود مضاعفة لتوفير أفضل خدمات الطاقة للمواطنين خلال الشهر الكريم، مؤكدا أن السلطة المحلية تعمل على تقديم التسهيلات كافة اللازمة لدعم قطاع الكهرباء. كما ناقش اللقاء القضايا المتعلقة بعمل ونشاط المؤسسة ومحطة التوليد خلال شهر رمضان المبارك والسبل والإجراءات الكفيلة بمعالجة وتدليل المشاكل والمعوقات التي تواجهها. أعلن مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام عن نزع أكثر من 329 ألف لغم في مختلف المناطق اليمنية منذ انطلاق المشروع في العام 2018 وحتى نهاية شهر مارس باستخدام وسائل حديثة ومتطورة على يد 450 خبيرا في مجال نزع الألغام يشكلون 32 فريقا داخل اليمن. ومدد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عمل المشروع للعام الرابع على التوالي سعيا منه في التصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني وتعزيز الأمن في المناطق اليمنية كافة. وأشار المركز إلى أنه استفاد أكثر من 25 ألف شخص من برنامج الأطراف الصناعية والذي يتم من خلاله مساعدة المصابين بالبتر وتقديم الخدمات اللازمة لهم بالمجان، بما في ذلك تركيب أطراف صناعية ذات جودة عالية وتقديم التأهيل النفسي والبدني لهم. دشن المدير العام لمديرية الشحر عادل أحمد بعكابة توزيع أجهزة ومعدات طبية مقدمة لمستشفى الشحر بتمويل صندوق التمويل الإنساني باليمن YHF وتنفيذ جمعية الوصول الإنساني ضمن مشروع التوفير التكاملي لحزمة الحد الأدنى. مشروع التوفير التكاملي لحزمة الحد الأدنى يستمر تنفيذه بالمديرية على مدى 8 أشهر ويشمل مشاريع في مجال الصحة والمياه إلى جانب تنفيذ دورات في الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي. وشكر المدير العام للشحر جمعية الوصول الإنساني وصندوق التمويل الإنساني لتدخلاتها في قطاع الصحة لافتا للحاجة الملحة لتنفيذ جملة من المشاريع الخدمية. اختتمت فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بالتدريب الفني والإداري للمستفيدين من مشروع تحسين سبل العيش بتمويل الجمعية الكويتية للإغاثة بمديرية سيئون. ويستفيد من الدورة 124 مستفيدا من أصحاب الحيازات الصغيرة مكون الصناعات الغذائية بمحافظة حضرموت. ويهدف المشروع إلى إكساب المشاركين العديد من المهن في مجال الصناعات الغذائية من الأسر ذوي الدخل المحدود وتدريبهم في المجال الفني والإداري ودعمهم بمنح من أجل شراء أصول لمشاريعهم ومتابعتهم أثناء عملهم. تسود مدن ساحل حضرموت أجواء صحوة بوجه عام ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة دافئة نهارا إلى معتدلة ليلا. وفي أرياف الساحل والهضبة الجنوبية أجواء صحوة ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة دافئة نهارا إلى باردة ليلا. فيما تشهد مناطق وادي وصحراء حضرموت والهضبة الشمالية أجواء صحوة مستقرة ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة حارة نهارا إلى باردة نسبيا ليلا. والآن مشاهدينا الأعزاء ننتقل بكم إلى حالة الطقس.
نهاية النشرة تذكير بأهم الأنباء. حكومة الكفاءات تعقد جلستي نقاش مع المشاركين في المشاورات اليمنية اليمنية بالمحورين السياسي والأمني. بن مبارك يشارك في جلسة النقاشات حول الدور الدبلوماسي لوزارة الخارجية في المشاورات اليمنية اليمنية. مسام ينتزع أكثر من 3000 لغم في اليمن منذ عام 2018. ختام النشرة مشاهدينا الأعزاء، نشكركم على حسن المتابعة. دمتم في حفظ الله ورعايته.